بارطاج الخوت، بارطاج بارطاج بارطاج. اخواني بارطاجيو هذا اللايف الله يستر عليكم اخوان كاع اللي راهم اللي طلع لهم دوك هذا اللايف يحاولوا بارطاجيوه، يعني ضروري ومؤكد خصو يوصل، خصو يوصل. وانا كنشدكم كنلتمس بسم الاخوان كاملين اللي راهم يتفرجوا درك يبارطاجيو هذا اللايف هذا باش باش نتقادونيش. ها باش نوضعوا كل حاجه في بلاصتها، كل حاجه تحط في المكان ديالها المناسب. اخوان كاع اللي راهم يتفرجوا لهذا اللايف درك انا كنتمنى من الخوت يبارطاجيو هذا اللايف هذا باش باش نرصيو من المزايدات خاويه. تحياتي لاخواني بارطاجيو هذا اللايف هذا، بارطاجيو انا ملي كتشوف كتشوفوا كتسمع حويجات اللي ما ماشي هم ماشي حتى لها. لا خير خير اخويا حسين، كتسمع وكتشوف حويجات اللي حاجه اللي في شكل خصك توضحها. وانا ماشي من داك النوع اللي يعجز، ماشي من داك النوع اللي يعجز على الرد، نرد واني معاكم، راني معاكم حتى يبان الحق صافي. يلا باش انا كنتمنى حتى الدراري اللي قراب لينا اللي قراب لينا حتى هما خصهم يتفرجوا هذا اللايف هذا باش توضح الامور، وحتى واحد ما يتزايد علينا الاخوان كاع اللي راهم يتفرجوا يبارطاجوا هذا اللايف هذا الله يستر عليكم. تحياتي خويا، بارطاجوا لنا هذا اللايف ما غاديش نطولوا فيه، عندنا فيه 10 ديال الدقائق غادي نقول حاجه، غادي نقول حاجه يعني جوج ديال نتاع النقاط غادي نشير لهم، ما غاديش نطول وما غاديش نقصر. هادي 10 ديال الدقائق هنا غاديش نطول فيهم ما غاديش نقصر. المهم تحيه نضاليه عاليه للخوت، تحيه عاليه لكل الاحرار الحرائر المناضلين الشرفاء ديال مدينه جراده، تحيه لكل من هو من كان ولا زال على على العهد باقي، تحيه لكل الشرفاء والناس اللي قطعت الصباط على هذه المدينه هذه واللي باقي صامدين. كنحييو كاع الخوت اللي حارين على هذه المدينه هذه، كنحييو كاع الخوت اللي مازال كيناضلوا في الساحه ومتشبتين متشبتين بالمطالب اللي ترفعت ابان الحراك. ردا على احد المراهقين في السياسه، ردا على احد المراهقين في السياسه اللي وجهنا له دعوه، وجهنا له دعوه باش يخرج، للساكنه وجهنا له دعوه بشكل حضاري وقلنا له خرج للساكنه وهضر على راسك. مشاو عندو الاخوان، مشاو عندو الاخوان قالوا له طلع في اللايف، قال لهم ما نقدرش نطلع في اللايف، قال لهم رئيس الحكومه خصو شهرين، خصو شهرين باش يقاد شنو خصو يقول، رئيس الحكومه خصو واحد شهرين باش يريح ويحفظ غير شنو خصو يقول، نهار ولا يومين ولا سيمانه ما كافياش. داكور عندنا مشكل، انا ما غاديش نسولو في الفيزيك ولا في في علوم الذره، في علم لا 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 لا. اسئله عاديه، سؤال جواب الله اكبر الحق، غادي نسالوا هذا الشيء. هذا السيد هذا رفقه احد الاشخاص الاخرين محسوبين على الحزب ديال البي بي اس، شنو كيديروا؟ كيمشيو عند الناس وكيقولوا لهم بالحرف بان راه مصطفى طلب مني ماش بروجي ولا طلب مني الفلوس ولا ما بغيتش نعطيه وخرج وخرج يوضع عليا، خرج يهضر عليا. هذا المبرر ديالو، يعني بحال داك المش مني كتحوزه للقنت ديال الحيط كيحس بلا النهايه ديالو قربات، شنو كيدير؟ هذا المش هذا كينقز على اللوجه ديال بنادم، كيخرج من اللوجه صافي، كيحس بلا راه ساله
نفس الشيء كينطبق على هذا السيد. هذا السيد هذا قلنا له بشكل حاضر ارواح وضح السكينه، عندنا حويجات داك الشيء اللي قلتو ديك المره هذاك ما غير شويه من بزاف، شويه من بزاف، كاين حويجات اخرين خصك تخرج، تخرج وضح السكينه. السيد هذا بدل ما انه يتقبل يقبل الدعوه ولا رفضها لاسباب اخرى، هو وبعض الاشخاص خرجوا من عند الناس، مشاو عند الناس، عند الاصدقاء ديالي وعند ناس اللي بودينات بودينات. انا كنقول هاد الناس هادو اللي سمعوا هاد الهضره هادي وبقوا كيروجوا على مصطفى الدعينن، هادو ما غاديش نقول لكم كثر من انكم نتوما بودينات غير كتسمعوا، كتكدوش من الخبر. قال لهم نعم سيدي، راه مصطفى بغى بروجي، بغى مشروع ولا ما نعرف، بغاني نعطيه شي حاجه ولا فلوس. ما لقاش من قبل كنت كنسمع ابتزاز ما ابتزاز، كنقول له واش الابتزاز هذا انا يقولوا. ساعه تلاقيت بعض الاخوان البارح وهذا النهار تلاقيتهم، قال كودي راه سمعنا، قالوا لنا بالله ودي راك راه ما بغاش يفوت لك شي حاجه ولا ما بغاش يعطيك شي حاجه تهضر عليها. انا نتحداه باش نكونوا متواضحين، انا نتحداه نتحداه الا طلبت منه شي حاجه ولا شفته هذه فايته من 4 شهور ولا 5 شهور ولا وقفت معاه ولا هضرت معاه في التليفون ولا مشيت عنده للبيرو ولا دخلت لذاك ولا قررت لذاك المجلس الاقليم، تحداه تحدى ايا كان. وإلا كانت شي حاجه من حقي نديها انا غادي نمشي ونديها وبزيد عليه، لان هذاك المجلس الاقليمي زرادة ما مكتوبش فيه، ما مكتوبش بسميه المجلس الفلاني، اش فين كوتو ديك راه اداره، وإلا بغيت نقضي فيها غرض راه غادي ندخل وغادي نقضي في اطار القانون. استناكش انا تعطيني، انا كان بغيت ندي، كان بغيت ندي، كان بغيت ندي ندي ندي، كنت ديت فايته 30 ديال المليون، فايته 30 مليون حتى 40 مليون كنت قادر نديها باش ما نحضرش الجلسه في الرباط، كنت قادر ندي فايته 30 ديال المليون تعرضت عليا من الاباطره باش ما نحضرش الجلسه ديال المحكمه الدستوريه اللي سعيد مرزوقي كان طعن فيها في الانتخابات الصارمه. ولكن قلنا لا، انا ولاد البلاد ولاد جراده، تبعنا هذا المسار، تبعنا هذا المسار ورحنا ماشيين فيه، دينا القسام وما غاديش نخدعوا. ولا كانت شي حاجه غادي نخرجوا في لايف بحال هذا وغادي نقولوها عادي، بصح باش قد زايد علينا لا ما بغيتش، انا بزاف عليك انا باش تعطيني انايا ولا شكون انت وشكون انا؟ قلت لك راه كان انا ماشي بحالك انت، بعدا راه صوناو لك داروا لك تليفون قالوا لك ما تعطيهمش باش يمشيو للرباط، جرني تحتهم الحصيره في النهار التالي ودرتها حتى النهار التالي، وكان صوناو لك طفى التليفون ضارب القنبوره وبقهوي في المحب، نقهوي في المحب وعلمات قاسمي ديال الحزب الاقليمي كيصوني لك وما كتجاوبش، وانا راني كنشوف. والا ما نرجعوا للكاميرات ديال نتاع القهوه ديال المحب ونشوفوا في ذاك لاضات واش انا اللي غلط ولا انت اللي غلط، يعني بلا ما تزيد علينا لا انت لا هاد بودينات اللي راهم يسمعوا، الناس اللي كيسمعوا بقاو كي وش 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 راه مصطفى بغى عطى ما بغاش يفوت له. انا بزاف عليك بزاف عليك لا انت لا هاد بودينات، انا شي واحد اللي غادي اللي غادي انا كان بغيت ما نطلعش للمحكمه الدستوريه ونقرممها كنقرممتها، بصح انا ماشي بحالك، انا منين هزيت يدي للسما وديت القسم قدام السكينه راني كنت عارف شنو كندير وكنت مآمن بديك الشيء اللي كنت نديره، بصح انتوما لا، كاين فيكم اللي ادى القسم هز القسم وقال بالله حنا تالي درك راه كيستغل في حويجات اللي مشبوهة، كاين اللي درك راه يريح مع الاباطرة، درك كاين اللي كيري. انا كنقولها ونتواضحوني هشام باش ما نطولش عليكم الخوت، انا كنتحداه كنتحداه وكنتحدى كذلك الشخص الاخر اللي راه يروج هذا الشيء في علاقته ببودينات، ان ولاد الشعب كيعرفوا مصطفى الدعين شكون هو. بزاف عليك انا بزاف عليك، تحداك انا داك المجلس الاقليمي ولا الجامعة ديال جرادة ولا أي إدارة كيف ما بغات تكون هذيك الإدارة، ومن حق أي مواطن يدخل لها ويقضي غرض فيها وما نعرف شنو. نهار اللي تبني إدارة ديالك ودير فيها النكوة ديالك ديك الساعة ما غاديش نجيو ندخلوا لها، وحتى إلا جينا غادي نقولوا احترامات يا السي الفلاني. سالينا هذا الموضوع. المسألة الثانية المتعلقة
ببعض الاشخاص ذوي القرابه لهذا السيد هذا. كاين شي وحدين اللي كيجيوه من العائله ديالو، شفت شي كومونتيرات وشي اخر بحال لا ما عجبهمش الحال، لدرجه ان شي واحد قال لي في كومونتير ادخل سوق راسك خليه يدير اللي بغى. الله اودي ندخل سوق راسي نخليه يدير اللي بغى. علاش ما قلتوليش دخل سوق راسك؟ علاش ما كنتش تقولوا دخل سوق راسك في ما دار الحمله؟ كذا اللي كنا كنطلعوا ندقوا البيبان ونطلبوا في عباد الله باش 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 باش, باش يفوطيو عليك. علاش ما قلتوش دخل سوق راسك خليه ونشوفوا واش ينجح ولا ما ينجحش؟ لا تما سكتوا ورا بازتوا ما هما الرجال. انا غادي نقولها ونكون متواضع، من هذا السيد هذا من هذا السيد هذا هذا السيد هذا سواء هو سواء شي شخص اخر سواء الرئيس ديال الجماعه سواء انا كنناقشهم من موقع ديال المسؤول، مسؤوليه شي واحد اللي مسؤول عندك الدم ديال رابطك بينك وبين الدم. انا با الله يرحمه كان ينوض من القبر ونسمع عليه شي حاجه بحال هذه غادي نوض نقول له با خرج جاوب الناس، خرج خرج با ولا راه انا ما انت با ما انا ولدك. شت با با الله يرحمه كان ينوض من القبر وتنوض عليه الهضره في جراده غادي نخسر عليه جوج كلمات، غادي نقول له با خرج رد على راسك ضرب على راسك خرج وضح لعباد الله. سينو هادشي ما كيلزمنيش، بصح الا غادي لا ولد عمي ما نبغيش عليه لا ولد نسيبي ما نبغيش عليه لا راه جراده كبير عليه هو بزاف وكبير عليكم كاملين شهاد المدينه راه غادي قاد عقود عشرات السنين وهي كتاكل الدق. غادي يجي شي واحد يوقفنا على كلمه الحق راه والله حتى نهضر نقسم بالله حتى نهضر ويكون ما نعرف كاع واش اللي ما بغاش عليه يمشي عنده يمشي عنده اللي ما بغاش اللي شويه مرزن وكيفكر بعقلو كيفكر بعقلو روحوا عنده وقولوا له خرج وضح لعباد الله. راك راه من غير من اللايف منين درت اللايف هذه المره لدرك راه العشرات ديال الشكاوي هنا اللي جاوا تشكاوا اللي جاوا تشكاو عشرات اللي كيقول لك اخو مصطفى راه كنشوفوا شي حوايج اللي خرجوا عند عباد الله جاوبوهم خرجوا عند عباد الله قدموا توضيحات راه ما درناش ما الحطب ما درناش ما الصم الحجر ما درناش ما الصم الكرت الحجر ما درناش الحجر درنا تما الصنادد اللي غادي يوقفوا واللي غادي يهزوا الهم ديال ولاد الشعب اللي غادي يدافعوا على ولاد الشعب. ما باش اللي حطبه نقولها له درك يحدك السوار تمشي روح اللي كيشوف راسو ماشي اهل للمسؤوليه يحدك السويرتات هذوك ويمشي يريح يهنينا ويهني روح. ما قدينا على فقايس راه مرضنا في الذات ديالنا راه مرضنا في عقلنا مرضنا ما بقيناش كنريزونيو. يعني انا كنقول هذا توضع بالخف توضع كنتمنى يوصل لكاع الخوت لانني هضرت هاد السيد هذا وجه لي تهم قال لك قايقول لعباد الله راه ما بغيتش نفوت له ما بغيتش نعطيه وراه يهضر عليا. انا نتحداك انا كنقولها كنتحداك راه نخرجوا باللايف باش نزيدوا الموضوع نزيدوا نكبروه ونزيدوا الحويجات اللي باقيين نزيدوا راه مازال راه غير واحد شويه بزاف صافي. انا كنقولها وكنتحمل فيها المسؤوليه والناس من العائله ديالو كنقول عائلته الاقارب ديالو اللي ما بغوش عليه اللي ما بغوش عليه انا ما غاديش نقول لكم روحوا اشربوا البحر نقول لكم كاين في هذه المدينه اللي يقدر يقول لكم شربوا البحر انا ما غاديش نقول لكم شربوا روحوا عنده نهضروا معاه نقولوا له خرج وضح للساكنه اللي تاقش فيه خرج وضح للناس اللي قطعت معاك الصباط بزيرو درهم السلام عليكم خرج وضح لعباد الله خرج قافي على روحك واش هادشي اللي حنا نسمعوا راه الهضره اللي كدور راه تسطي راه تسطي هذا هو الدم هما ديك اللعبه ديال راه كنقولها راه نعاودها شت با الله يرحمه كينوض من القبر ونوض عليه الدجار غادي نقول له خرج جاوب خرج رد على الناس الناس داروك باش تكون قدامهم ماشي تسالي تجيبها في وجده بلا ما نقولش بلا ما نقول البلايص فين نتواضعوا راه والله حتى نهضر اللي ما بغاش عليه يمشي يهضر معاه يقول له يخرج
يخرج يخرج يخرج ويقول يعطيني هذا يعطيني هذا هذا شنو شنو ما بغاش يفوت لي ولا شنو بغاش ولا شنو ما بغاش يدور. حسيت لكم انا هذاك النوع اللي تعطي 5000 ويدير ستاتيول ها حسبت له بالله انا من ذاك النوع كاينين في جراد اللي كيعطيهم 5000 ولا 10000 كيديروا ستاتي كيكتبوا داكشي اللي بغاو. انا باش نتواضحوا انا بزاف على اي واحد يعطيني يرشيني ولا وماشي ما تربيتش باش انني نبتز الاخرين. الحمد لله الحمد لله الضامر ديالي مرتاح ودك بودينات اللي راهم يسمعوا الهضره وكيروجوها وش 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 انا بزاف عليك انا بزاف عليك. انا الواقع اللي عايشو درك راه ما عايشاش شي واحد ما عايشاش شي واحد اللي راه كنني كنفوت فيه درك راه ما فيه حتى شي واحد ومكمدينو في قلبنا ساكتين ما كنهضروش. شاشي اللي راني نفوت هضرك اللي فوت عليا درك راه مكمدينه في قلبنا وساكتين ما كنبغيوش نقولو شنو رانا ندوزو. تفهمنا كنبغيوش احنا مكمدينها في قلبنا وصابرين صابرين ربي كبير ما عندنا مناش نخاف. تمنيت لو كان كنت غير موظف عادي ما تعطيناش في الجراده هذه ما دير لنا حتى شي حاجه ما تبني لناش يا جوره ما تزيدهاش لا انت لا الاخرين الاخرين اللي راهم يريحوا مع الاباطره الاخرين اللي راهم يريحوا مع الاباطره زوج ولا ثلاثة. تمنيت تمنيت لو كان كنتو غير موظفين عاديين غير تسنيو الورق وتقاليزيوهم وتحطيوهم إلا كان شي حاجة شي مثلا صافي صافي غير موظف عادي وما دير ديك الشوا نحشم. أنا واحد اللي جابني الحراك أنا واحد اللي جابني الحراك جابني الحراك ياك أنا واحد اللي جابني الحراك وجابتني ساكينه اللي دارت حراك جابوني للمناضلين نحشم ندخل لشي اجتماع ونقول لهم انا عمرني درت هاك هادي راه تقالت تقالت راه بكاتنا من الداخل. واحد اللي وجه ديال جراده كيدخل وكيقول في الاجتماع كيقول اسيد فلان انا عمرني في الحراك درتها يا والله ينعلي ما يحشم والله ينعلي ما يحشم يلا القرادة القرودة اللي ما عجبها حال اللي ما عجبها حال هاد الهضره هادي نتحرى الراس ديالو مع الحيط صافي اللي الراس ديالو محجر الراس ديالو محجر ينتحر الراس ديالو مع الحيط راه نطيح باطل صافي. واللي عنده شي حاجه على مصطفى الدعينن يخرج بيها خرج خرج الحمد لله راه كنقولها الكرش خاويه 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 وما نهضر ما عندي مناش نخاف. استنى كان عاد تعطيني انايا ولا تبدزك انا تدور معايا باش استنى كان نتايا تعطيني ولا تفوت لي ولا اسكت ما تخلينيش نهضر ما تخلينيش نهضر غادي نقولها باش نختم هاد اللايف راه والله ما معكم ما تفرق شتي اللي راه مكحلها والله معاه ما تفرق سينو الا ديمو الامانه امانتو والله معكم ما تفرق والله باش تضحكوا عليا انا ولا تضحكوا على الرجال والله معايا ما انت ما انت ما انت راكم ما تفرق راكم ما تفرق لا نتوما لا الا كانت شي جهه اخرى كذلك اللي راه تخدمش. ختم هذا اللايف هذا وتحيه نضالي الخوت واسمحوا لي بزاف الى هضرت شويه في الصوت ديالي ولكن راه هادشي راه بزاف راه ماشي من داك النوع اللي نسمع ونسكت راه معاك نهضر نهضر. بالنسبه للعائله ديالو ما كنقولش كاملين راه كاين في العائله ديالو اللي ناس كيعقلهم قال لك اخو مصطفى راه فرير هادشي راه بصح كاين شي وحدين اللي القرابه فهمتش لا خليه يدير لي بغى راه شي واحد في قال لك دخل سوق راسك دخل سوق راسك ندخل سوق راسي يعني نخليه يدير لي بغى صافي نجح ضرب مليون و200 ولا مليون و400 في الشهر وكاين شي واحد اللي راهم يضربوا
حين ديك البركة الله يشغل عليهم، ما حسناهمش صافي. وحنايا صافي دودو، حنايا صافي، حنا غادي نقول شي كلمه اللي راه غادي راني معصب، غادي نقول شي كلمه اللي ما تصلحش. راه ماشي عازل طبي، باش راه ماشي عازل طبي، غادي تفوت بيا بيريود صافي وتمشي دوز شو دير لي بغيت. بزاف عليك راه والله معايا ما نتف، والله معايا ما تفكوا، نقسم بالله. سير عندهم شكيو من بعدا الكرامه ديالو الحمد لله ما وقفونيش. نهار اللي مشيت للمحكمه الدستوريه في الرباط راه تعرضت عليا فلوس، كان بغيت الملايين راه نديها ما ديتهاش، لان زراده كبيره على ديك الجذور ديالهم. انت وقفوك اتصلوا لك قالوا لك اتونسيون تعطيهم شي فرانك، وبلعت تليفونك وضرب الجبادور وطلعت تقهوى سالينا صافي. يلا تحيه عليا الاحرار بودينا، تسمعوا مزيان هاد الهضره هادي، ولا كان شي حاجه بقاو تجيو تسولوا، بقاو تجيو تسولوا. ماشي تكونش صاحبي، ما تكونش طبل صاحبي متقوب، غير اللي جاب لك شي حاجه تسمعها، ما تكونش طبل متقوب غير اللي سمعتو تبقى ورا. سمع شي حاجه تاكد منها صاحبي، كي تسمع شي حاجه روح تيقن. سمعت على شي شخص هضره ناقصه الا ما قدرتش تدافع عليه، على الاقل اسكت وروح سول، تحقق من الخبر، تحقق من الخبر. مابقاش اصاحبي ترمي في المحصنات على عباد الله وتقذف في عباد الله، مابقاش تقذف في عباد الله. لا صاحبي كونوا رجال شويه، كونوا رجال شويه. وكي قلت هذيك راه اداره لا الجماعه لا الاقليمي لا اي اداره، كيف ما كانت راه هذيك اداره. ويلا مشيت انا ولا مشى اي مواطن الاداره راه كيتعامل مع اداره، ولا كان شي واحد حسبت له بالله ديك الاداره راه مديوره بسميه رباه، هو يحيد ديك جماعه كذا ولا ديك المجلس الاقليمي ولا يحيد ديك البشاويات كذا، يحيد ديك الباكا ويدير جماعه بويا عمر ولا يسمي شي سميه اخرى. يلا صافي سالينا، تحيه عليا الخوت وسمحوا لي على هذه نهضر في الطريقه هذه، سمحوا لي عاليا وراه ما غاديش نتفك. سالينا تحيه نضاليه عاليه وشكرا.